بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ولا ليال وحان ربنا إن شاء الله تعالى كلمة دي إذا دور قضبه كوكوبا إنه كسا أروريه دي إلهي إلى هذا، ما دام موضوع عفتن كان لقى هذا لي يا وحان ربا دور قضب وكل ينوى دنا إن إس حسوس إنه دي إلهي إلى هذا سبحانه وتعالى. وحن نقنا كل ينزور فتنة نحن الله وقت فتن يين كل حجرنا وفتنة ذونا أي تهيس ذو النبي وكش هيك قطع الليل المظلم هبين مجدئة مجدئة قيبه سوء كله وقف كل حجره مرك ما دام فتن كاس تموج كموج البحر كقطع الليل المظلم لمدة أي جرتو مد قضب ككوبادو أنا نفتي إذا أقدر دارمي إذن كنا أنا إذن دردار مياه وحوي إن الله سبحانه وتعالى بريده سأينو بذلنا حي الوح لوجه بدبادو وحوجه الرئيو الله سبحانه وتعالى بريده سأد بريسوك أجيبه بفتن كل لوجه بدبادة مركا إينا إنو إلهي برينو حي للرب سبحانه وتعالى قرآن كوحو كله يهي ودعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ربي إنو حوليها أنا بري أنا إذن أجيبه مركا إينا إلهي برينو سيو ربي إنو أجيبه فتن تاس أدونك لحيا عيس إنو نقبت باديو فتنينكو أما فتنة المال هالنقطة، فتنة الدنيا هالنقطة، فتنة النساء هالنقطة، فتنة التحزب والحزبية هالنقطة، فتنة القتل والهرج هالنقطة، فتن كفتنة البدع والأهواء هالنقطة، نوع كستأي فتنة تهي إن إلهي سبحانه وتعالى كما ذكرنا حي لي الله حوليه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إنا إلهي برينا سبحانه وتعالى برينا إلهي بان وحبذن لوغة بدبالة ولما إلهي آنو برينا أوقات ده ساعة الإجابة ده أهل نبي الله محمد أونو شاقي دعا ده لأجيبه إنا ولما وقت يدا إلهي برينا أنه ساعتك استبرينا هذا وقتك إنا دعا ده سيب بذل حكم ذهبينك مركي ثلث الليل الأخير أو هارو سندح مال مركي لوقي بي هل قيد مركي هارتو إنا إلهي برينه تاسوك عنه هردودك سوك عنه ربي توقنه إلهي إنه فتن كما قال إلهي وحكم إذا يعني ما رتي عند نزول المطر روك مركو دائي وقت يدي إجابة ذي كمي كاي وحكم إذا بين الآذانين بين الآذان والإقامة إنا إلهي برينه سبحانه وتعالى ما ننتج جمع ذوك ليتساعة أي كم إذا ولا يوافقها عبد مؤمن قف أجي يعني وافق أو سنجر إلا إلهي دعالي سوى أقبله ما لنتاجم عذاء مرك أوقات داسنين أن إلهي برينا سبحانه وتعالى سيدا درتيد بوحو ليه هاي الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره مركو ابن كثير كتاب كيس التفسير كأه أيو هذا الآد قيمة بذن أيو كؤرانيا وحوليها العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها أدونك مسلم كأه وحوبا هيا ساعتك استكله
إيه حالات كستو جوجو الله سبحانه وتعالى إنه ويديسته وأنا أباهن يهي ورب أو كسوغو في تثبيته على الهداية هنونك إنه كسوغو إلهي هداية ذا نقصك إنا تراهبك مروى البابا وأباهن ورسوخه فيها ولبا هداية ذا سئره قفكو يعني راسخ كل نقضاء وكسيحي ذا ديسته إنه إلهي ويديسته وتبصره وازدياده منها الله إنه هنون كان تصح ونكر ليه أي أبهي هاي أدون كاسولية واستمراره عليه إيه إنه كقصه أو دائمته إلى قفك ودونك وكتغي الله ويديس شديس إنه ويديس تبع الربا وكاس وحوي الشيخ رحمه الله فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله أدونك ما ملكين كار نفتيسا وما هرنكره واحتر أو نفعه أما الضر يلباته إلا إلهي وحده نموه هذا يحب ما ملكين كرتيد الله وحده كله دونه نفعه إلهي واحتر كرب كله دونه أسرع كسينا يوكو ملكينا يو هذا يضر كله دوننا مش هذا إلهي بيكون قد عسى أم بكون ملكيه مركاس وحوليه فأرشده تعالى أدون كاس أو أنت مفتقر كأوه أباها إن هداية اللغوصوغو أو كوحيدة دايستو إن لا تصوء مارة اللو كرديو إلا أو كتغاهي أو ماركتي أو دائمو وحوليه فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالعون والثبات والتوفيق الله وحوكوها نونية أدون كيساس إنو ويديستو وقتك استكله وقتك استكله إنو ويديستو إنو رب أزياديو كالمو أو رب سبحانه وتعالى أو كالميني سجد أو رب سبحانه وتعالى حقي هداية أو كسوغي وافجن إلهي سبحانه وتعالى أو وافجيني هنونك يخيرك أو وافجيني أيو مارت أدونك إلهي كهنونية إنو ويديستو مركاسو يقول فسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله قفك قولي استيواكي وقفك أو ربي وافجيه إنو إلهي وحويديستو أيضا لفت هذا موافقة إن الإله الله وحويدي سنه ونبكى بلا يذا ونقق هذا فتن كان نقكريه إن لو وافجيه إنا ويدي سنه أيضا لفت هذا وحيت هاي شيء وينه ولذلك قفك إلهي أو وافجيه شيخ وحكو شيء إنه سعيدية قف قولي استئنوا يهكو شيء فأرشده يعني وحوليه فسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله ويديس شد الله قفك ويديس أو إلهي وافجيه كاوي متك قولي استي فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعا محايل الرب سبحانه وتعالى وحو كفالق هذي إن أو ربي أجيبه قفك أساق بريه لعديس إنو أجيبه ولبو حولي ولا سيما المضطر المحتاج الفقير كما بسي جربة مثلنا ما بلها قفك مضطر رقاء لباتي سمركة لباتي أهيسط نوعي دون تبها النقطة ربي جيسا كوي دي سنة إنو في تنظك قاقا ذاهي قفك مضطر رقاء ما بكو سي جربة أو محتاج كأوه أباها مفتقر كإلهي أباها ما بكو سي جربة ولي ولبا وحوي مركز قفك مضطر رقاء ربي جيسا بريه أنا الليل وأطراف النهار هبينك ساعده إلهي أو بريه ما لنت لبدي هذا طرف قلب قلبتي صبحي بإلهي أو ويديستو مركا ولا لي الوح اللوغة بدباذو فتنك اللوغة بدباذو وحقوه الرئيو وبريه الله سبحانه وتعالى مركا يالين اللومين إنا إلهي برينو حايل النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ورسول إلهي ومعصومها وسنقف كل عينين بامر والبوح إلهي كبر يجري يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يعني قلبي كان القلب وحوي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء قلبي كان إلهي وقت ودونه قدية مرك إن أذيك اللي قصبه وثبات أد إيشه إن أتربي جا جو يديسته وقلبي جا قدين كي خير كنا القصبه إن ربي ويديسنه حي إلي نبي جو حناشة عليه الصلاة والسلام حديث إمام مسلم في صحيح القصب الحديث أبي هريرة ورسولك عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم
war waxaad kaga degdegtaan ood kaga hormartaan fitnooyinkii acmaal wanwanaagsan oo saalixa kala hormara. Fitnooyin fara badan oo la mid a habeenka mugdiyadiisa qaybaheeda oo kale la mid a, oo aadan yacni qofka markuu mugdi oo ku jiro ma boholuu ku dhacaya hadduu socdo, ma qodxow la kulmayaa, ma bahal baa qabsan doono, ma yidri. Marka habeenkaasoo kale uu la mida fitnada dadka dhex galaay waxaad acmaal kala hormara buu yidhi. Markaasuu nebigu wuxuu yidhi yusbixu rajulu mu'minan wayumsi kaafira, waaga qofku waxa u baryahay isaga oo muslima yaa waaga u baryaya galabtii wuxuu noqonaya mid kaafira. Islaamnimo subaxii waaga ugu baryay, galabtii kaafir buu noqonaya. Aw yumsii mu'minan wayusbixu kaafira, ama waxa weeye galabtiibuu mu'min yahay, habeenka markuu waaga uu baryo subaxiiba yacni kufrigii buu la imaanaya. Macnaheedu waa maxay marka? Nabigaa fasiro waxa weeye yabiicu diinahu bicaradin min addunyaa, diinkiisaba wuxuu ku gadanayaa wax yar oo dhaldhalaal adduunye oo ku gadanaya, diinkiisu ku iibsanaya. Marka afcaalulkufri buu samaynaya, gaalada ficilkoodii buu samaynaya oo uu la imaanaya. Marka sidaa darteed buu qofkiiba diinkiisii ayuu iibsaday oo adduunye doona u ahaa subaxii isagoo mu'min hurdada ka soo kacay. Waxaa sheydaan baa xusiinayay waxa weeye maaragtay diintiisii uu iibiyey wuxuuna ku gatay adduun keliya uu doonay. Maa dartaa subaxii ninbaa iska soo kallahayo isagoo laga yaabay inuu maaragtay muslim ahaa, waxa weeye subaxii muslim dhibkii buu bannaanka u imaanaya. Galabtii markuu imaanay isbaaruu dhiganaya, qatli buu samaynaya, xoolou dhacaya, khiyaanuu samaynaya, kadib buu fujuur buu samaynaya, wamaa ilaa dalik. Marka maadaama fitankaas lagu jiro acmaasha saalixada aynu u degdegno, camal saalixa inaanu degdegno ayuu ma aragtay nabiyullaahi maxamed noo dardaarmaya. Camalka saalixana laba shardi un buu leeyahay sidaan kulligeen ka wada warqabno. Camalkaada markuu waa saalix lagu oranayo waa laba shardi in laga helo. Camalka in ilaahay dartii aad u samayso ikhlaasa laga helo, oo aadan cid kale rabbi ugu darin waxba un aadan la wadaajinin, iyo inuu sawaab yahayo waafaqsan yahay shareecada, uusan bidco ahayn wixii nabiyullaahi maxamed la yimid, inuu camalkaagu waafaqo oo aad bidcadii ka ilaaliso, sidaasaa la rabaa. Midda labaad, qodobkaas horta waa tii ducada aynu ku dadaalno. Qodobka labaad waxa weeye dadka ahlu cilmiga waqtiga fitanka markii la joogo culammada rabbaaniyiinta in lagu xirmo, oo qofku uusan yacni maaragtay iska soconin dadka ahlu cilmiga oo culummada ah oo rabbaaniyiinta oo munkarka ka digo oo fitanka dadka uga digo oo waxa maaragtay ahlu bidcu ay sameeyaan oo dhan ka ilaaliya dadka uga digaahay, dadkaa sunniyiinta ahlu xadiidka inuu qofkaas zaman kastoo la joogo in lagu xirmo ayaa la rabaa. Maxaa yeelay badbaada ku jirto, qofku waa badbaada markuu ahlu cilmiga ku xiran yahay, waa badbaada. Tusaale yar waxaan leenahay yacni kutubta fitankana aaday u qoran waad ogtihiin, wuxuu soo guurinayaa ibnu sacdi kitaabkiisa Tabaqaat Alkubra la yidhaahdo ayuu wuxuu ku soo guurinayaa athar oo xasan albasri fitnadii cabdiraxmaan ibn alashcaf waqtigeedii dhacday ayuu atharkaasu soo guurinaya. Xasan albasri buu kasoo naqlinaya, wuxuu leeyahay waa yacni ibnu sacdi baa oranay lama kaanat alfitnatu fitnata ibn alashcaf waqtigii ninka cabdiraxmaan ibn alashcaf la yidhaahday fitnadiisii ay jirtay, id qaatala alxajaaj ibnu yuusufin, markuu xajaaj ibnu yuusuf markii uu dagaalamay ayaa wuxuu leeyahay intalaqa cuqbata bna cabdilghaafir, ninka la yidhahda cuqbata bna cabdilghaafir waa nin min ajilati ahli basra buu ka mid ahaa, dadkii culummadii oo fitanka raacay ayuu ka mid ahaa, fitanka dabagalay. Ninkaas oo la yidhaahdo cuqbata bna cabdilghaafir ayaa tegey, waxaa kaloo la socday oo raacay abuljawsaa nin la yidhaahdo oo isnaga culammadii waaweyneede reer basra ka mid ahaa, waxaa ka mid ah cabdullaahi ibnu khaalid. Intaasoo dhan baa tageen buu leeyahay, oo isagana ka mid ahaa dadka cibaadada badan oo reer basra buu ka mid ahaa, iyaga oo fii nafarin min nudaraa'ihi, iyagoo la socdo
رج أيق اللامد هو مثل كذا أي إسراع إسكو درجيهن أمسك أقلويهن أي إسراعين فدخلوا على الحسن وحي أقلين حسن البصري وحي ويدي سنة يا فتوى الربان إنه كهلا أنك عالمك لقول الله قال لما حجاج بن يوسف لقول الله قال لما إنه كهلا بدوني ويقلين مركاسي فقالوا وحي رهدين يا أبا سعيد كن يلا حسن البصري هو أبو سعيد ما تقول في قتال هذا الطاغية محاق أراني نن كان طاغية إيه قوقي وكبري يعني مارت اللي قال لن كيس محاق نغو أرانيسا بكاس عيوب تسترية الذي سفك الدم الدم الحرام الذي سفك الدم الحرام متك ديق حرام تهدادية حجاج ميكو جيدا وأخذ المال الحرام حول حرام نقاتي وترك الصلاة صلاة دنكتغي وفعل وفعل حمانتي سردن بيترين سائي سائي يلو سائي سائي يلو يعني انت اسكو قدرين انت سحومية ايو سمي حجاج عيورتي سيبه قترين حسن البصري مركا محانا قال اذهي ان الله دقا لنا ربناي كورن بي رهدي قال حسن البصري مركا وما دام لنا اهل العلم يوها وحكيري يعني نكي راويها وحكيري وذكروا من افعال الحجاج حجاج بن يوسف وحياله وسمينا يي وحكم إذا أي وحكش يجي مرك حسن البصري هذا الكوبان وكويري وحكويري وحويري أرى الله تقاتلوه أنا جو حن أركين أن الله دجال من حجاج بس كذا افتفرك غدا أرى الله تقاتلوه إن الله دجال من أيان أنا جو أرك يا جوي فإنها حجاج فعل كأو سمياء وح أوض في تنذيزه إن تكن عقوبة من الله فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم هذه أي أرنت الحجاج أو ذاهي عقوبة أو حق الله كتمد إذن كل ذن عقوبين هذه أي تاي عقوبة إلهي سيفتي إنك هو كل علين كراهي ما هذين عقوبة إلهي كو سارة يمية سيفتا هذا كل علين كرتا أود هذا ما كل علين كرتا كما علين كرتي مركساس ولي فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم ما تكون علين كرتان بوير هو قضب وي ومد كوباد وي وإن يكن بلاء وإن يكن بلاء هذه بلت هاي أرنتنا فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكم امتحان ذيك الذين امتحاني هذه أيتها هذه أيتها امتحان إذنك الذين امتحاني هذه أرنتنا أيتها إذنك الرب عمل كين إلا في ريانا وارضضوا صبرا امتحانك ولذك دل القاضية حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين إلى الله سبحانه وتعالى أو إذا كان حكم أسقنا حاكم خير الحاكمين وأسقويا ما يلين يعني علماء وركوا إلا قاتاه فإذا كجرت ذاتك أهل العلم أو محدثين تناسعين تا وركوا إلا قاتا والوبد بارا حديث الذي ذو وركا لقاذن واي والوبها لك سما محيس بين مكا وركي مقاتا مثل مقاذني ما أيام قاذنين وركيسي لبعض الرماد بوشين هذا عقوبة إلهي حقي كت منا أودي إنكم معلن كرتان هذا امتحان تهيل ورصبر يديك الذين امتحاني إلهي بفرج يدي فري وهذا الحكمة له آد قيمة بذنوي أنتي مرك ما أين كيالين فخرجوا من عنده وهم يقولون نطيع هذا العلج يعني وحوي فرجي وقعن كاسي لما نكن يعني مارت علجي وحدهن و يعني كفار العجم قال هذا عجام تأهي قال هذا ذلنا وعيني شيخي بعيني حسن البصري بعيني ما كان أنا ضيعي النبي إلى هذين كفار العجم يكوت الماما يعني وحلا منه ذاتك عجام تأهي ما دام أصل عربي أصل نهيل حسن البصري هذا الساسي إليه وكاسو يروهم قوم عرب ذاتك هذا كأوراني لمن كان أيمي ذات عربي أهايين وكاسو ما أطيعين في تنظيم إسكوتين فكبحين وخرجوا مع 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 ابن الأشعث ابن الأشعث الراعي مرك عبد الرحمن ابن الأشعث في تنذيس كقيب قال قال مرك الراوي وحولية فقتلوا جميعا رجيت قال كقالي وقراء ذي أبدنا حجاج بن يوسف ولا أمر بكدي لما أنت أدوال الدين مرك من اللي هذا مرة ابن ذباب أي وحولية هاي وحن رجي حصل البصر أتجي نكمل ذا ضاوعة أي أن أتجي بوي مرة ابن ذبابة وحوليه أتيت عقبة بن عبد الغافر وهو السريع في الخندق
ninkaasaan u tegey isaga oo meeshaa lagdan khandaqii meesha godkii faysku ka dagaalamay yaallo oo dhaawaca ayaan ugu tegey buu yidhi, halkaasaan ugu tegey. markaasaan waxaa idhi buu yidhi, yaa abalmucadil, wuxuu isagaa odhanaya marka waa u tegey yacnii ninka markaa isagoo dhaawac ahoo godka dhex yaalla baan ugu tegey. markaasuu cataw bilaaba marka kii ninkii dhaawac ahaa oo sakaraadka ah wuxuu leeyahay, ninkan karuu la hadlay abulmucadil oo murat ibnu dhubaab la yidhaahdo ayuu la hadlay, wuxuu leeyahay laa dunyaa walaa aakhira, adduunna ma hayno oo ninkii naga adkaa, aakharana ma hayno, fitnaan ku dhimannay waa ujeedaa buu leeyay. laa dunyaa walaa aakhira, waa taas weeyaan. xataa kutubta waxay sheegeen cabdiraxmaan ibnu ashcad waa la soo qabtay silsiladaa lagu soo xiray, waxa weeye markii xajaaj loo wado inuu intuusan xajaaj u tegin, ninkii kula xirnaa iyo isaga guri dabaqa korka isagoo saaran ayuu wuxuu sameeyey guriga dabaqa iska soo tuuray si aan xajaaj uusan ula kulmin u dilin, isagaa naftiisi dilay, saasuu ku dhintay, saa isdilay bay yidhaha. qofka qaatilu nafsigana waa taqaanaan, qofka naftiisa dilo shayga aa ku disho ilaahay qiyaama isagoo kugu cadaabaya. man qatala nafsahu bishayin cudiba bihi yowma alqiyaama buu nabigeena yidhi calayhi salaatu wasalaam, qofka naftiisa shay ku dilo qiyaamaha waa lagu cadaabaa. marka culummada oo taladooda iyo wacdigooda iyo nasaa'ixa ay dadka siiyaan la diido oo lagu xirnaan waayo fitankaasa ka yimaado. marka waxaan leeyahay qodobkaas aan maaragtay aan qodobka labaad iyahi walaalayaalo, dadka ahlu cilmiga oo fitanta ka digo aynu ku xirmanno, maxaa yeele waad ogtihiin nin kastoo zaman kasta joogo markii qofkan dadkan fitanta ku jiraahi maqsadkooda ay kaa waayaan sida xasan basri loo caayo kara lagu caynaya, waxay yidhaahdaan nimankan oo fitanta ka diga salafii jadiida la yidhahdaa laiska jiro waa la iska ilaaliyo, magacya loo bixiyaa alqaab aanan ilaahay usa ayagana isa baxsanin ayaa loo bixiyaa. dadkana zamankeena soomaalidan ka hadlaya baa la yidhahdaa. culummada rabbaaniyiinta ahee waaweyn yaa mid walba wax lagu tuuraa laleeyahay, maa odaga qaacid wey. sheekh albani bay dhihi jireen markuu fitanka ka digaayo wax badan ay dhihi jireen maaragtay wacno malah waa nin murji'i weeye leeyihiin ama maar jihaadku diidayan a'imadii nin walba oo ay ka waayaan dantooda fitnada inuu garab ku siiyo waa caynaya waxbayna ka sheegaan. marka waxaa la rabaa dadka ahlu cilmiga rabbaaniyiinta culummada rabbaaniyiinta ah ee fitanka dadka uga digo walaalayaal dadkaas ha lagu xirmo. qodobkaasna waxaan leeyahay waa qodobka labaad oo aan maaragtay rabo naftayda iyo idinkaba inaan maaragtay iskugu naseexeyno. culummadana la joogooda waa lagu badbaadaa. cabdullaahi ibni cabbaas markii oo nimankii khawaarijtii is-urursaday oo muslimiinta inay la dagaalamaan rabay, cali ibni abi taalib inay la dagaalamaan rabay, waatuu cali u diray oo la soo hadal yidhi. markuu u tegayna wuxuu ku yidhi, war maxaa ibnu cami rasuulillaahi baa isoo diray, maxaa ku ceebeynaysaan, maxaa ku haysataan cali ibni abi taalib? markaasina saddex arrimood baan ku haysanaa, saddexdii bay tiriyeen. waxay dhaheen, horta waxa weeye xakama bikayri illaah, yacni waxa weeye wuxuu u xukumtamay ilaa kayri illaah, ilaa ilaahayna wuxuu leeyahay wama lam yaxkum maa anzala allah fa ulaa'ika hum lkaafiruun, alxukmu bikayri maa anzala allah aan ku haysanaa. midda labaad waxaan ku haysanaa wuu dagaalamay, dadna dumarkii iyo dadkiina ma soo qafaalanin, dagaal ma uu galay waxna ma samaynay, waa markuu mucaawiya iyo cali dirareen ka wadaa ay ka wadaan khawaarijtii. midda saddexaad magaciisa wuxuu ka tirtiray inuu amiirulmu'miniin yahay, hadduusa amiirulmu'miniin ahayn waa amiirulkaafiriin, maadaama uu dida gaaladu amiir u yahay, wax saas camalay uu la yimaaday. cabdullahi ibni cabbaas saddexda waa uga jawaab, jawaab muqnacu siiyo waanad ogtii waa taqaana wuxuu u keenay yacni liannahu xakama rijaala bay dhaheen. markaasuu yidhi, haddaan kitaabka ilaahay idinkaga keenay sunnada nebiga shay caddaynaya arrintaas ma igu waafaqaysaa? haa waa kugu waafaqayna, tiinii ugu horreysa liannahu xakama rijaalad uu ka bilaabay. wuxuu yidhi, idinka waxaa leedihiin wuxuu ku gaaloobay oon kula dagaalamaynaa rag buu maaragtay oo xaakim ka dhigtay, xakamka ay u jeedaanna waa camr ibni caasi abu muusa alashcari oo ciidankii mucaawiya iyo ciidankii cali oo diriraya la yidhi war heshiisiya muslimiinta ayuu ka dagaalamayaa, see dad loogu dhiibaya laleeyahay dadka heshiisiya oo kale xukuma u dhihi kartaan, waa dad juhaala bay ahaayeen. markaasu wuxuu yidhi waxaan idiin keenayaa buu yidhi, allah qur-aanku wuxuu leeyahay qofka
asagoo xaj ama cumro xarman oo muxrim ah waxaa laga xarimay ugaarta waa muxarim soo maaha inuu dilo ama ugaarsado haddii isagoo muxrima oo ugaarsado ugaar dilo xaj ama cumro xarman maxaa laga rabaa waxa weeye aayadda ii sheeg ya ayuha aladiina aamanuu ya laa taqtulu sayda waantum xurumun waman qatalahu minkum ya mutacamidan fajazaau milu maa qatala min annacami maxaa la yidhi yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum aayadda waa taa ya ayuha aladiina aamanuu laa taqtulu sayda waantum xurumun waman qatalahu minkum mutacamidan kas ninkii u dila gaf looma jeedo qofka u dilaaye fajazaau milu maa qatala min annacami waxaa laga rabaa ugaartaa uu dilay wax u dhigmo oo xoolihii ka mid a xoolaha u dhigmo oo kale ariga wax u dhigmo lo-da wax u dhigmo geela wax u dhigmo hadday jiraan wax uu dilo wax u dhigmaah inuu dilo yacni inuu maaragtay jazihiisu ay tahay oo la yimaado oo uu maaragtay bixiyo baa la rabaa laakiin yaa xukumaya marka allah wuxuu yidhi yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum dad laba caadiliina ayaa xukminaysa wuxuu kaloo usoo qaaday aayadda kale oo ah wain khiftum shiqaaqa baynihima fabcauu xakaman min ahlihi xakaman min ahliha in yuriida islaaxan yuwafiq illahu baynahuma haddii ay ninka iyo xaaskiisu iskhilaafaan oo ay yacni gurigii uu dhisnaan waayo waxaa la yidhi fabcauu xakaman min ahlihi waxakaman min ahlihi labada dhinac ninka xaggiisana dad xakam ha looga yeero haweenta xaggeedana xakam ha looga yeero in yuriida islaaxan yuwafiq illahu baynahuma markaasuu yidhi ilaahay idinku dhaariyey waxa weeye arnab bakaylo la dilay ayuu ilaahay wuxuu u saaray yacni yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum laba nin oo caadiliina inay xukunto baa la rabaa wey budcigii ninka iyo xaaskiisa ka dhexeeyey oo furuujtiina waa farji waay ayaa markay iskhilaafaan yaa la yidhi fabcauu xakaman min ahlihi waxakaman min ahlihi ilaahay idinku dhaariyey dimaada dadka muslimiinta ah in xukun loo saaro maxaa diidaya buu yidhi markaasa yidhi allahuma nacam waa aqbaleen waa runtaayr waa kaa yeelan maka gudbaa ka gudubay dhan wataa waa ka qanacnay maxaa nin ahlcilmi baa u tegay warkii waa wuu ka qanciyey midda labaad wuxuu yidhi aad tidhaahdeen yacni maaragtay wuu dagaalamay mana uusan qafaalanin dagaalka waqcatuljamal caaisha ku jirta radia allahu canha ka warrama buu yidhi haddii maanta caaisha radia allahu canha iyo ila calibi kasoo horjeeday haddii arrintaas ay dhacdo caaisha haddaad yacni caaisho kale ma lasoo qafaalan lahaa buu yidhi haddaad tidhaahdaan way bannaan tahay xaaskii nebigiina in lasoo qafaasho waa kufrinaysaanu ku yidhi ma xaaskii nebiga maaragtay dhihi kartaa ha lasoo qafaasho markaasa yidhi allahuma naca maya kuma jirnayna waa ka baxna iyadana midda saddexaad wuxuu yidhi magiciisuu tirtiray baa tidhaahdeen hadduusan amiirulmu'miniin ahayn waa amiirulkufaar baa tidhaahdeen wuxuu yidhi cali oo magiciisa tiraahay macno ma laha isla baynannaas dartay u tirtiro nabiyullaahi maxamed baan siirada idinkaga keenahay sulxulxudeybiya buu yidhi markay gaaladii quraysh u diida maka inuu galo oo heshiiska ay gelayeen suhayl ibni camri ninka la yidhaahdana uu heshiiska la gelayay iyo uu nebigu warqadii heshiiska lagu qoray wuxuu ku qoray haadaa maa saalaxa muxamedun rasuulullah suhayl ibni camri ayuu ku qoray markaasaa suhayl ibni camr oo mushriga markaas wuxuu ku yidhi haddaa rasuul ilaahay inaad tahay aan ku ictiraafsanahay kulamaba dagaalameen ee rasuulkan inta iska tirtid waxaa qortaa haadaa maa saalaxa muxamed ibni cabdillaahi aabbaha adigi aabbaha magiciisa qor ee rasuulkaani maba ku ictiraafsaniy nebiga wuu tiray salawaatullahi wasalaamu calayhi rasuulullahi baa la tiray buy marka inuu u tanaasulo cali muslimiin dhiiggooda daadanaya magiciisa oo uu uga amiirulmu'miniin oo uga tanaasulaahay famaa baalukum wey markaasay ka aqbaleen allahuma nacmil waa kaa yeelna iyadan markaasaa meesha waxaa la yidhaahdaa riwaayaadka qaar laba kun oo ciidankii ka mid a ayaa khawaarijka ka soo haray qaar waxay leeyihiin maya afar kun adiga calaa kulli xaal cadad badan ayaa maaragtay khawaarijka ka soo noqon marka dadka ahlucilmiga ku-xirankiisa lagu xirmana faa'iidadaasuu leeyahay waa lagu badbaadaa amarkooda haddii la diidana iyo nasaa'ixoodana dhibaatadaasay leedahay aan hadda ka soo sheekeynay weeyaan marka waxaan kelimadeedii rabaa insha allahu tacaala inaan ku soo khatimo atharkan oo xilyat اwliyaa ou sheekha ku soo guurinayo maaragtay abu nucaym kitaabkiisa xilyat اlwliyaa la yidhaahdo uu ku soo guurinayo baan ku khatimayaa oo ah
مقصد كيس أوي هاي وردضوا عافمات إلهي أن ويديسنه مروا البابا لما ويديست شرط فتنك لما ويديست عافمات بل ويديست إلهي عافمات إنو كسير من عوال البابا بلا إذا نقع عافية فتنك نقع عافية وحرنا حمار ربما إنو نقع عافية تاس أي أثر كاس ورنتي آدي آدو قيمة بذن أيان إن شاء الله تعالى كلمة ديدو كسو حرية وحولي هاي أبو النعيم كتاب كيس حلية الأولياء وكسو قورنا يا شيخ اللي يرى هذا عمر بن سكم عمر بن سكم باوحو ليه وحان جو كنت عند سفيان بن عيينة يعني نكا محدث كأهو محدثين تي واوينيت كم إذا سفيان بن عيينة أي أن نجو قبير فقام إليه رجل من أهل بغداد النقوة وضفت لنا سفيان بن عيينة أن نجو قنو أي وحا استاغي من غير بغداد كمدة بغداد من كمدة أيه ويستاغي مركاسه سؤال ويديني فقال مركاسه حير يا أبا محمد أخبرني عن قول مطرف مطرف بن عبد الله بن الشخير هذا الكيسة إيقوى الرنبويري أبا محمد كان وكن يذا سفيان بن عيينة هذا كمطرف أويري محاها لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر هذا الكاسفير وهذا الويو إن إلى هاي بلد إجا عافيه أو بنع والبابا عافمات بنع والبابا ويقسيه أو أن عافمات كشكرياه أي وحن كج ليجع البديه إن أنت لي امتحانه أو بلد لي يقول رده وأن بلده كصبره تنا كجع البدنه بلا هي إن أنت كقول على أصبرته سو أجر كهلي مس بلا حد كقول على صبرته أجر بات كهلي أو احتساب سته إن بلا يقول دعوة أو أن صبره وحن يعني وحن كجعل بدنه إنه إلهي بلده مركه ربي يعافيه بلا يدي إنه مركه ربي يعافيه مركه عن ربي وشكريه بل هذا الكاكور ربويه أهو أحب إليك أم قول أخيه أبو العلاء أم قول أخيه أبو العلاء أذيك وحيري هذا الكامطرف مياه أكت هذا وناك بدن أو جعل بدن تاعي مسولالك أو أبو العلاء اللي يرى هذا الكيس جعشة أبو العلاء هذا الكيس محوها وحيري ومطرف من عبد الله ولالكيوي وحيري أبو العلاء بأرني اللهم رضيت لنفسي ما رضيت لي إلهي وحى نفتي الرال وقال نغضي وحى الرال أذيك قال نغته سو هذا في عما وحى ربي وأذيك راضي قلتها بأن أنا نفتي الرال كواهي لماذا هذا أو مدنا أويري مطرف يري مدنا ولالك أبو العلاء أويري كابا لقو جعيل بديه وأذيك أجعش هاي بالويدي سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة هذا الكلام الويدي محوكو جواب مركا سفيان بن عيينة مركي سؤاش الويدي فسكت سكت وآمس عبار وآمس ثم قال مركاس وحويري قول مطرف أحب إلي إلا نينا وحويري يعني ما رتي إله وحي أترالي إيغان قطنا رالي كواه نينا وحويري إن لا يعافيه بلد اللي يعافيه أيان وحان أن آدو جعلها وكجعلها إن انت اللي ابتليه عن صبره مركا قول مطرف أيا أنا آدو جعل بدنا هبو أحب إلي كاسا اللي يجعل بدي مركا سا نينكي ويدي وحويري يعني نينكي با سؤاشة كوعلي عمر بن سكن با سؤاشة كوعلي سفيان بن عيينة اللي قوعلينا يا يعني ما يوحى ويدين رجل من أهل بغداد أي هذا الكويديني نكا وعمر بن سكن ووريب وورنا الرواية ذا نكي أورير بغداد هابا وحويري كيف وقد رضي هذا لنفسه ما رضيه الله له سابو حال كواسدة إلا لبدو دي إلهي وحي أوراضي إيغن نقضي أي الرالي كواهي نكيري سابا هذا كان ظهر مريم كرتابه واسدة كان الله وحو راضي يقول نقدر رأى لكو أهيبو يري سفيان بن عيينة مركاس وحو كيري إني قرأت القرآن فوجدت صفة سليمان مع العافية التي كان فيها قرآن كان أخري مركان قرآن كأخرينا وحان أركي النبي الله سليمان عافيمات عافية ذو كل حجره أيان أركي بقر بوها نبي نووها رسولوها وأن نعمي سنة سوما دبيريه بالله سخيري ما ركتي وحوي شنبره حيوانات كأنهم بالله سخيري بقرتوية إلهي سيي ودكتي ملكة الصبا
عرشيدي حتى دقيقة يعني المنعسي أي سب أنت يمن لقى سوق هذا شام لكيري يعني قوة سو إلهي سيه سبحانه وتعالى إذا ما آدوا تربلا أي لسيه بقرتين وكجر رسول إلهي نبي إلهي نووها مرك القرآن كان أخري وحانا كأركيب ويري حفمات إلهي النبي سليمان أوسي مركاس ربي أماني وحويري نعم العبد إنه أواب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إلهي هو أماني نبي سليمان الأمان نعم العبد الضوان با نعم يشا سليمان با نعم يشي إنه أواب مد إلهي أنه قشب ذنبه أهوي أواب مد ربي يسو أنه قشب ذنبه أهوي مركا تاسرتوان أخريبو يري سيدو كلايت القرآن كيوحان كهليبو يري مركا أخري وقرأت القرآن فوجدت صفة أيوب مع البلاي التي كان فيها القرآن كمركا أخرينا نبي الله أيوب امتحان كي قبصري بلايين كل عظيم أيام كو أركيبو لي نبي الله أيوب أهل كيسي ألا دافيي وادوكتهين يعني أصقي بجر كيسي اللي ابتليه وامتحاني عذر إيه مقعيس القري ذي امتحان فربضان الله كلنا إنه أواب يعني لما تداس الله كلنا مركز وحوليه هاي أسقو ابتليسا أو دباتيسا أيها حدنا وحالويري نبي الله أيوب نعم العبد إنه أواب سيدي نبي سليمان الويري نعم العبد إنه أواب فأسنا الويري حي الله تعالى في سورة الصادق وذجران وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا أيوب إنه صابر يهان أرقني نعم العبد إنه أواب سلا سالي الضوان بها نعمة يا شيء محايا لنين أوابا نقشب بذن ربي يسوء نقشب بذن لماذا ذي من عفيمات بوكجري بقرتوي حتى أنا محالي يري نعم العبد إنه أواب كي كان امتحاني لباتو أسوء الرسول إلهي أيو الله كل مي حتى أنا نعم العبد إنه أواب لي مركاسي وحكيري سفيان بن عيينة فاستوت الصفتاني لبادي يصفو لبادي تلمامض ويس وي أكاذي مدوى الباب نعم العبد إنه أواب لي ما هذا يسميهين وحويري هذا سليمان والا عافية بلا يؤدون والا إلى لي وهذا مبتلا نبي الله أيوب نوال امتحاني وامتحان بقول لك كرمي وادو جيدا مركاسي وحويري فوجدت الشكر قد قام مقام الصبر حانرك شكري ونعمة لك شكري إن صبرك بوسكي سكرة أوتاقية بوسكي صبرك أوتاقية فلما اعتدلا مركي إكادين مركي صبركي إيا شكري إسكو من نقذين كانت العافية مع الشكر أحب إلي من البلاء مع الصبر مرها داي بس لبدي سفائسين ماذين عافماتك أيا أني الإيجعي البديهن أدو جعلي بلا يدعو أنكو صبرو إن إلهي إنتي عافية أنكو شكري أيا أجعي البدنها بير معناه هذا مركي ولا ليه لو أجدن هذا الكاسنين حكيم ومحدث وعالم ورباني هذا الكاسو فلي وأن وجد القرآن كسوء تتبعي مركي شدد لما دونت تتكا أنت اسمين أي إسقر حين أي ومد مسلم كأسكو لحق رحين أي أسباب بئين أي أيجين واس دبان عقوبنا واسكو هرسيدن ومدين واباب إيانا عافماد مرة سنين ابتلي الرسيدن إي بلاي ولي بشكر إنك إيه لما يه مركي وحال الربا للي يرى ذا ولي بالذات لهذا لأضياش والنفج علي هنا للي يروي ترتيب صدا يالي إذواري نوال بو عافماد كود ذالي عذر كأي بلاي ذه الرسيدن بلاي ذه الرسيدن نبي عليه الصلاة والسلام حولي جر لا تتمنوا لقاء العدو ورعادوا إنا لقل انتان هجعلانين هرسنين ورعادين هرسنين عافمات كرسو انت هرسن كرتوين مركو ولا لي الإلهي هنصو إلهي يعني كتاب القرآن كي سنة النبي قد قبصدها نقدقو فتن كان إلهي دينا حنق مريو كلمة هذه إن شاء الله تعالى انت سنقصو ختمية هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.